ثلاثة ضيوف على مشرف وضيوف احترام كلهم ضيوف، وبنرحب أولاً كمان فرقنا الرياضية اللي رفعت راسنا في المحافل الدولية، مش بس على المستوى المحلي، نتكلم على جيانا بطلة العالم، نتكلم على فريق الهاند بول بطل افريقيا، نتكلم على فريق تنس الطاولة بطل العرب. الحقيقة النادي الاهلي النهاردة فرحان بانجازات ولاده، بانجازات ابطاله، بانجازات اجياله المتتابعة، باستمرار مسيرة البطولات الرياضية في النادي الأهلي. فأنا يعني هتكلم بسرعة كده، لم يشارك الأهلي في أي لعبة إلا كان يريد التفوق فيها وبطولاتها، وتأكيد روح وريادة الفانلة الحمراء في كل وأي استاد وملعب وصالة مغطاة، ونفس الأهلي حين يمارس أي لعبة. احنا النهارده بنكرم العاب مش في كرة القدم. كرة القدم هي طبعا اللعبة الشعبية الأولى، إنما النادي الأهلي مليء بالألعاب اللي بتحرز بطولات وبتسجل انتصارات، بترفع اسم مصر، مش بس اسم النادي الأهلي، بترفع اسم مصر في كل مكان، وبتخلي الواحد يشعر بالفخر انه اهلاوي وانه مصري. ونفس الاصرار ونفس التألق والانتماء والكبرياء، وقد لا ينتبه الكثيرون لحجم وعدد وقيمه انتصارات وبطولات اللعبات الاخرى في النادي الاهلي التي حققها ابنائه، حيث تتوجه الانظار غالبا ويدور الاهتمام كله بكره القدم ونتائجها. لكن الاهلي لم ولن ينسى كل أبنائه الذين يحققون لناديهم الانتصارات وميداليات البطولة والمجد يوما وراء يوم. أنا عايز أقول إن الألعاب الأخرى زي ما كرة القدم ذات الشعبية بتحقق، إنما تاريخ النادي الأهلي متحقق، وعظمة النادي الأهلي وعلو النادي الأهلي متحقق بيكوا أنتوا على نفس القدم والمساواة بفريق كرة القدم، فريق الهاندبول، فريق الباسكت، فريق الكاراتيه، فريق تنس الطاولة، فريق الفولي. جميع ألعابنا في النادي الأهلي بتحقق بطولات على مدار الزمن. النهاردة احنا بنحتفل بجيانا فاروق بطلة العالم في الكاراتيه، وهذا للبنت الأهلوية المصرية اللي كلنا بنفتخر بيها، وإن شاء الله إحنا بنؤكد دعمنا لجيانا بعد دخول الكاراتيه لعبة أولمبية في خلال الأربع سنين اللي جايين، وهي وعدانا وإحنا وراها بميدالية ذهب إن شاء الله تشرف بيها مصر في 2020.